انا كنظن خصك تخليو لهاد الناس اللي غادي يطلعوا علينا نعطيوهم اون شونس اون شونس وديك الساعه تحكموا لك تحكموا لك كنظن انا وتوافقنا على برنامج واحد وهما تختلفش على برنامج اللي صرنا عليه غادي نحاولوا يكونوا مختصر وغنقدموا فيهم خطوط عريضه. التواجد ديالكم في هذا الجمع العام ربما دوزنا واحد العدد ديال الجمع العام ما كنتوش حاضرين وكانت واحد فعلا واحد الخصاص واحد لابسونس. انا سعيد نلتقي بكم من جديد. فاحنا جد متفائلين على هذا الجمع العام والطريقه باش داز ولو كان يعني واحد انتقادات كثيره ولكن بون احنا موالفين هذا الشيء لان اللي واجب علينا هو اننا نخدمه. كنا خدامين واليوم غادي يكون واحد المكتب اللي عنده يعني بعض المسيرين الجداد اللي غيدخلوا اول مره لميدان التسيير عنده كاينين منخرطين اللي قدام ودخلوا لاول مره للتسيير وكاين مسيرين جدد شباب اللي عندهم شواهد عليا واللي غادي نستافدوا منهم ومن التجربه ديالهم الدراسيه. ف الا كتشوفوا المكتب المسير الجديد للحسنيه فيه شيء كيكمل شيء التاريخ. كاين دابا الناس اللي عندهم تجربه وكاينين الناس اللي شباب خصهم تجربه. خص درنا واحد الخليط اللي غادي نديروا منه واحد المكتب منسجين اللي غادي يكون في الموعد مع الاوراش ومع التحديات اللي امام الحسنيه. هي صنع فريق كبير في المستوى اللي لعب البطولات ويرجع للساحه الافريقيه على مستوى التكوين لكاتيجوري دي جون ومركز التكوين. بالنسبه للسياسه ديال الماركتينغ السياسه الاقتصاديه ديال النادي خصها نعود فيها النظر والتواصل بزاف ديال الاوراش اللي حقيقه منذ يعني كنظن منذ سنتين الان حاولنا نجيبوا بعض التصليحات على 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 لي ستركتور ديال الحسنيه ولكن بهذا المكتب الجديد كنظن ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله راه غادي يبداو الاجتماعات ديال فريق الحسنيه تكادير ديال المكتب المسير وان شاء الله كنتمناو الدعم منكم اولا انتم يعني طرف في لا جيستيون ديال الحسنيه وكنتمناو الجمهور ديالنا الحبيب يكون في المستوى ديال الفريق ديالو ونتمناو الفريق يكون في المستوى ديال المشجعين ديالو. الهدف هو الحسنيه ترجع للصحوه وترجع للبطولات الافريقيه وهذا هو اللي عندي بنقول في هذه الامسيه وشكرا لكم جميعا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.